تحياتي لكل المتابعين، معكم انا هيفي بوزو وبرنامج يلا. ببرنامج يلا رح نركز على كل القضايا اللي بتهم الشباب والصبايا من كل انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا اللي عم يرسموا مستقبل جديد بناء، فيه خير، فيه حب، فيه تعايش وفيه امل. خليكم معنا لتتابعوا كل التغطيات اللي حنعملها. حنركز على القضايا اللي بتهم الشباب مثل السفر، فرص العمل، الموسيقى، الفن، طبعا الهاي تك، كل القضايا اللي بتهمكم. تابعونا على الكابشن حاطينه هلا على تويتر والانستغرام واتش يلا. انا هلا بإيلات عم غطي مسابقه ملكه جمال الكون اللي عم تصير للمره الاولى باسرائيل، وعم شارك فيها كمان للمره الاولى ملكه جمال البحرين وملكه جمال المغرب. فتابعونا بهي التغطيه الخاصه وتابعوا كل اللي حنحط لكم اياه من كل انحاء الشرق الاوسط وشمال افريقيا. حنكون معكم، حنواكبكم وحنغطي اهتماماتكم. ويلا يلا.